فضحتنا. حلو واحد على رمزي البيت. احنا طيبين يا جدع. متابعينا متابعي موقع بصراحه الاخباري، زي ما حضراتكم شايفين طبعا احتفالات امام الشهر العقاري بمنطقه الجيزه بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسيه لعام 2024. بالامس طبعا كان في احتفالات واحتشاد كبير جدا جدا في كل ميادين ومحافظات مصر. طبعا في اجانب هنا واجانب مش هنا ومصريين هنا ومش مصريين هنا، مش عارفين مين مع مين. متابعينا متابعي موقع بصراحه الاخباري في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين معانا طبعا تجمعات امام الشهر العقاري بمنطقه الجيزه واعداد كبيره من المواطنين واحتفالات ورقص بعد ما اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسيه المقبله. عن التجمعات امام الشهر العقاري توكيل الاتحاد عمل التوكيلات للمرشحين طبعا، والرئيس عبد الفتاح السيسي كما اعلن بالامس عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسيه، وده مطلب طبعا شعبي بعد تجمع عدد كبير جدا جدا والملايين داخل الميادين طبعا في مختلف محافظات القاهره، في مختلف محافظات مصر طبعا، كان في محافظه القاهره وفي محافظه الجيزه، وكل المحافظات كان في تجمعات كبيره جدا جدا مطلب للسيد الرئيس. وبعد كده طبعا اعلن السيد الرئيس رسميا عن خوض الانتخابات الرئاسيه المقبله لعام 2024 خلال يعني الفترة المقبلة. ما زلنا مع حضراتكم في تغطية حية ومباشرة من أمام شهر العقاري بمنطقة